الآن نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من ميسات، أهلا بكم. والبداية مع العناوين: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد فعاليات الندوة التثقيفية 30 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعلن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.9% فبراير الماضي. ووزير الصحة التونسي عبد الرؤوف الشريف يستقيل بعد وفاة 11 رضيعا بأحد مستشفيات العاصمة. وإليكم التفاصيل. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصه خلال أحداث محمد محمود في نوفمبر 2011 وفي كل وقت على ألا يسقط مصري واحد. جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الندوة التثقيفية 30 للقوات المسلحة، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد. الفترة ديت لما حصلت أحداث محمد محمود، احنا كنا حريصين جدا جدا في الوقت ده وفي كل وقت على ألا يسقط مصري واحد، أي مصري، لا يسقط مصري واحد. وكانت القيم والمبادئ اللي بتحكم تصرفاتنا أثناء إدارتنا للموضوع ده أو للحالة في الوقت ده اللي أنا بتكلم عليها في 2011، كانت حريصة على كل المصريين. ولكن عايز أقول لكم، أضيف بس كلمة أخرى: إذا تواجد بيننا آخرون لديهم فكر مختلف يبسوه في عقولنا وفي عقول أولادنا وفي نفوسهم بشكل، يعني عايز منهج، ومنهج مش عايز أقول حتى أنا هكمل الحكاية بتاعت نوفمبر دي، لكن عايز أقول أفتكر من سنين طويلة فاتت، من 40 50 60 سنة، واحنا بنشعر، وانا قلت الكلام ده قبل كده، ان في حد في وسطينا دايما بيشككنا، دايما يشككنا في اي حاجة عدا حاجته هو، يشككنا في كل شيء عدا الامر اللي خاص بيه هو. وبالمناسبة لا ده من الامانة ولا من الصدق ولا من الدين في اي شيء من الاشياء، لان احنا مصريين مع بعضنا البعض. انت وجد حد مننا يتصور ان هو يستبيح دمنا ويستبيح املنا ويستبيح افكارنا ويشوهها عشان يهدم البلد دي؟ ما افتكرش ده من الدين في شيء. اقول لكم يا مصريين، حجم الخسارة اللي ترتبت على الاحداث ديت على الاقل في الاربع سنين الاولانيين من 2011 لغاية 2015 حجم ضخم جدا جدا، هنفضل ندفع ثمن كبير جدا في استعواضه، ثمن كبير قوي، لان ساعتها كانت الناس لسه ما تعرفش القدرة على تأثير شبكة التواصل الاجتماعي في إدارة الأزمة. كان ساعتها كل اللي بيتعمل ان يلقى المطالب اللي مش عارفين هي جاية منين على الشبكة، يوم تاخدها وسائل الإعلام في التوك شو بالليل، تبقى مطالب واجبة التنفيذ، واجبة التنفيذ. يعني والله لا أخشى عليكم من الخارج أبدا، والله 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 أنا بخشى عليكم من الداخل فقط، من أنفسنا، من أنفسنا. والكلام اللي بيتقال النهاردة عن الشهيد دي دماء بوزلت لأجل حماية الناس وحماية الوطن والحفاظ عليه.
تطلق اليوم وزارة الصحة والسكان مبادرة لزيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة تحت شعار حقق تنظمي في 9 محافظات. وأكد المتحدث باسم الوزارة دكتور خالد مجاهد أن المبادرة تنظم في إطار توجيهات وزيرة الصحة والسكان دكتورة هالة زايد بضرورة إتاحة خدمات تنظيم الأسرة لكل المواطنين، موضحا أن المحافظات 9 هي الفيوم والبحيرة ودمياط وأسيوط والقليوبية وبورسعيد وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية. تسلم وزيرة البيئة ياسمين فؤاد اليوم معدات رفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة لمحافظة كفر الشيخ، وكانت فؤاد قد أكدت أهمية متابعة تنفيذ خطة العمل والاستثمارات الخاصة بالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة من حيث استدامة عمليات التشغيل والصيانة لدى جميع المعدات والمنشآت. تنهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداتها للامتحان التجريبي الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي. هذا وأعلنت الوزارة أن الامتحانات ستجرى يوم الأربعاء أو 24 من مارس الجاري، وتهدف الامتحانات إلى تدريب الطلاب على طريقة تخزين الأسئلة وإجاباتها والتعامل مع التابلت، مؤكدة على أن أسئلة الامتحانات ستكون موحدة على مستوى الجمهورية لأسباب فنية مع اختلاف ترتيب الأسئلة من طالب إلى آخر. نظم المؤتمر الدائم للمرأة بالتعاون مع دار الخدمات النقابية احتفالية خاصة باليوم العالمي للمرأة، وذلك بمقر دار الخدمات النقابية بشارع القصر العيني. ولمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. مؤتمر الدائم للمرأة العاملة أسس وبدأنا الشغل فيه من 6 سنوات، كان اهتم بالمرأة العاملة في جميع القطاعات سواء القطاع الخاص أو القطاع الحكومي. المؤتمر عمل معنا أو أهلنا عن طريق عدة دورات تدريبية أو عدة ورش لتمكين المرأة اقتصاديا وتعريفها بحقوقها. عمل معنا على عدد من القوانين سواء قانون العمل أو قانون الأحوال المدنية أو قانون 12 بالنسبة لعمليات القطاع الخاص. عمل معنا بعض الرصد وبعض الحملات منها حملة عاملات المنازل. أهمية المؤتمر إن بيدعم المرأة قانونيا وبيعرفها الاتفاقيات الدولية، بيعرفها معرفة حقوقها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. المؤتمر قايم على تمكين المرأة في أماكن العمل وخارج أماكن العمل. هو بالنسبة للمرأة قدم كتير بالنسبة للمرأة العاملة خاصة. كان بدايتها كان في دورات تدريبية مستمرة لأعضاء النقابات والجمعيات الأهلية أيضا مش النقابات فقط. قدرنا عن طريق المؤتمر الدائم للمرأة ان احنا نحقق نجاحات كبيرة جدا في محافظة الإسماعيلية خاصة، يعني في عملية تمكين المرأة. يعني قدرنا كان احنا في مجال التمويل مجال عملي ان النهاردة عندنا 3 مديرين عموم من المرأة كان بدافع من النقابة، وكانوا أيضا بياخدوا دورات تدريبية هنا. النهاردة عندنا رئيس مجلس إدارة جمعية خيرية برضو مرأة، عندنا أكتر من 6 رؤساء مكاتب مرأة. تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم صرف معاشات شهر مارس، وذلك للمعاشات المحول صرفها على البنوك بقيمة إجمالية قدرها 3,700,000,000 جنيه. وكانت غادة ولي وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومي والعام والخاص باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر مارس اعتبارا من الجمعة الماضية بقيمة إجمالية 12,700,000,000 جنيه، وذلك من ماكينات الصرف الآلية ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات بداية من اليوم 3 مارس. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم على أساس سنوي خلال شهر فبراير الماضي ليبلغ 13.9%. وأوضح الإحصاء في بيانه الشهري عن أسعار المستهلكين الصادر اليوم أن معدل التضخم ارتفع خلال شهر فبراير الماضي بنحو 1.8%،
مقارنة بشهر يناير السابق، وأرجع الإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى زيادة أسعار الطعام والشراب بنحو 3.3% مقارنة بالشهر السابق عليه، كما ارتفع بنحو 15.3% مقارنة بشهر فبراير من عام 2018. استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات كافة، وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 0.32%، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.5%، وشملت الارتفاعات المؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 0.1%. استقال وزير الصحة التونسي عبد الرؤوف الشريف من منصبه على خلفية وفاة 11 رضيعا بشكل غامض خلال 24 ساعة في مستشفى بالعاصمة، وأشارت مصادر تونسية أن وزارة الصحة وممثلي الإدعاء بدأوا تحقيقا لمعرفة سبب وفاة الأطفال التي من المرجح أن تكون نتيجة تلوث بالدم. بدأ الرئيس الكوري الجنوبي مون جي آن جولة لزيارة 3 دول أعضاء في الآسيان، حيث توجه إلى بروناي كأول محطات لجولته، تليها ماليزيا وكمبوديا. وأعلنت مصادر إعلامية أن الجولة تعد أول زيارة خارجية يقوم بها ما العام الجاري، واضحة أنها تهدف بشكل كبير إلى تحسين العلاقات بين كوريا الجنوبية والدول الثلاث الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا الآسيان. قتل 15 شخصا جراء اعتداء مسلح على احد الملاهي الليلية وسط المكسيك، وذكرت وسائل اعلام ان الاعتداء وقع في مدينة سلامانكا بولاية غواناخواتو، حيث اقتحم مسلحون الملهى واطلقوا النار على من فيها من زبائن وموظفين. لقي 14 شخصا حتفهم اثر تحطم طائرة كانت تقوم برحلة داخلية في وسط كولومبيا. وأعلن الدفاع المدني العثور على هيكل الطائرة قرب مدينة فيلا فيسينشيو، وكانت الطائرة وجهت نداء الاستغاثة بحسب بيان لهيئة الطيران المدني، فيما لم تعرف أسباب الحادث حتى الآن. وإلى أخبار الرياضة، يستضيف الزمالك فريق جورمايا الكيني في 9 مساء على ملعب برج العرب الأسكندرية، وذلك ضمن منافسات الجولة 5 لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية. ويدخل الزمالك لقاء الليلة محتلا المركز 3 بالمجموعة 4 برصيد 5 نقاط، فيما يدخل جورمايا الكيني محتلا المركز 2 برصيد 6 نقاط، ويأتي بيترو أتلتيكو الأنغولي في المركز 4 برصيد 4 نقاط. يستضيف ليفربول المحترف بصفوفه محمد صلاح فريق بيرنلي في 2 ظهرا على ملعب أنفيلد، وذلك ضمن منافسات الأسبوع 30 للدوري الإنجليزي. وفي إطار البطولة عينها يلتقي أرسنال المحترف بصفوفه المصري محمد النني فريق مانشستر يونايتد في 6:30 مساء على ملعب الإمارات. يحل ريال مدريد ضيفا على فريق بلد الوليد في 10:45 مساء، وذلك ضمن منافسات الأسبوع 27 للدوري الإسباني. ويسعى ريال لتحقيق الفوز من أجل تدارك الهزائم التي تعرض لها في الأسبوع الماضي وخروجه من كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية جولتنا الإخبارية، وليكم تذكرة بأهم ما جاء فيها من أنباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد فعاليات الندوة التثقيفية 30 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعلن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.9% فبراير الماضي.
ووزير الصحة التونسي عبد الرؤوف الشريف يستقيل بعد وفاة 11 رضيعا بأحد مستشفيات العاصمة. نشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، ونلقاكم في جولة جديدة. إلى اللقاء.